بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل في الجورنال كلاب الريهابيليتيشن. معنا الأستاذ الدكتورة ولاء والأستاذ الدكتور عادل شبانة. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي سيشن نمبر 2. إحنا إن بريف بس يعني ويل سمرايز اللي قلناه السيشن اللي فات في 3 minutes كده عشان تو كونتينيو السيريز بتاعتنا. طبعا إحنا بدأنا بالديفينيشن اوف ريهابيليتيشن عباره عن ايه اهم الامبورتنس بتاعته ان هو له بنفيتس في الموربيديتي والمورتاليتي فور كاردياك بيشنتس سواء اول كوز مورتاليتي او كاردياك مورتاليتي. كمان قلنا ان هو ات شود بي سيف افيشنت افكتيف فاليو بيزد راذر ذان فوليوم بيزد وقلنا ان هو يبقى تايم باوند يعني ما نتاخرش على ان احنا نعمله ولا نعمله في وقت مش مناسب وقلنا ان هو تو بي ايفالويتد او ميجرابل ان احنا نقدر نقيس الاوتكم بتاعنا على كل حاجه بنعملها في نهايه البروجرام. كمان شرحنا الفيزز اوف ريهابيليتيشن وقلنا ان هي في فيز 1 وفيز 2 وفيز 3. فيز 1 اللي هو تو بي انيشيتد ان هوسبيتال وايل ذا بيشنت از after stabilization, after management of the acute event. Before discharge, we should start phase 1. بعد كده phase 2 اللي هو early outpatient clinic, اللي هو with ECG, with monitoring, or with ECG monitoring. Phase 3 اللي هو late outpatient rehabilitation, اللي هو بيبقى non-monitored, لكن برضو still في الكلينيك. بعد كده we can charge the patient with huge information about his medication, about his life, his style of life, his risk factors, كل حاجة. وقلنا ان احنا we try to have a continuum of care, يعني the care of the patient should be continuous without interruption in between these phases. عندنا أربعة gaps we have to take care and not to fall in. الجابس دول اول واحده فيهم بعد الكنترول اوف اكيوت اتاك وبيفور ستارتنج فيز 1 ممكن قوي ما يتبعدش العيان او ما يتقلوش في الرعايه ايه الحاجات المفروض يعملها. يبقى ادي الجاب الاولانيه. الجاب الثانيه اللي هي بتوين ديسشارج فروم ذا هوسبيتال اند ستارت اوف ايرلي اوت بيشنت ريهابيليتيشن في الكلينيك, يعني النايب الرعايه ما حولش العيان كمان ان هو يروح عياده الريهابيليتيشن بعد ما خرج. الجاب الثالثه اللي هي ان هو خلص الجزء المونيتورد وما دخلش النون مونيتورد فيز, فبالتالي هو بقى في جاب هنا هو ديسشارج ايرلي من الاوت بيشنت كلينيك. الجاب الرابعه بعد ما كان ديسشارج من الليت ريهابيليتيشن فيز او فيز 3 هي ديد نوت فولو انستراكشنز او ديد نوت فولود اب باي اني دكتورز او اي حاجه, فبالتالي هو هي دروبت ايفريثينج هي ليرند. فالجابس ديت بتعمل انكريز انسيدنس اوف ريكيرنس اوف ذا ديزيز وهيفضل عندنا ريسك فاكتورز موجوده وهيفضل عندنا الانستنس اوف موربيديتي عاليه. فالجول بتاعنا ان احنا تو هاف ا كونتينوم اوف كير اللي حكينا عليه المره اللي فاتت. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها ريسك ستراتيفيكيشن اوف اور بيشنتس. ده ازاي نعمله؟ ان احنا نعمل ميديكال ايفالويشن. بنعمل بالعيان بيجي العياده بنعمل له اسسمنت كل حاجه زي اي حاله, هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشنز لابوراتوري ايكو, لو كان عامل اي انفستيجيشن ثانيه بنشوفها كلها وبنعمل اناليسز للميديكيشن اللي هو بياخدها اللي خارج عليها من المستشفى. كل الكلام ده بيبقى اسيست في الاوت بيشنت كلينك في الايرلي فيزيت, اول واحد بيقابله هو الكارديولوجيست. بعد كده بنقول للعيان ان انت مثلا اذا كان في حاجه ناقصه نطلبها منه, الايكو محتاجين ايفالويتد, شايفين ان الكلينيكال ستيتس مش ماشيه مع الداتا اللي عندنا فممكن نعمل نطلب حاجه ثانيه. طالبين انفستيجيشنز معينه عشان عنده ريسك فاكتورز معينه, يعني مثلا هو طول عمره عنده مثلا في الكلينيكال اكزامينيشن لقينا زانتومز مثلا, فبالتالي وي هاف تو هاف ا ليبيد بروفايل فور ذا بيشنت. احنا لازم يبقى عندنا ليبيد بروفايل لكل عيانين بس كمان ستريسد على الحاجات اللي عند البيشنت ده بالذات. فالليبيد بروفايل الديابيتك ناخد نشوف الكومبليت بلاد شوجر اناليسيز وحاجه كذا. فاحنا بنكمبليت كل الانفستيجيشن بتاعت العيان المطلوبه عشان نبدا البروجرام بتاعنا. بعد كده بنعمل حاجه اسمها assessment of the functional status, يعني ايه الفيزيكال اكتيفيتي اوف ذا بيشنت بتاعته البيز لاين اللي جاي لي بيها دلوقتي عامله ازاي. عشان نعمل الاسسمنت ده دكتور عادل شرح المره اللي فاتت ان في ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه هي ال 6 minute walk test, الطريقه الثانيه هي الاكسرسايز تيست, الطريقه الثالثه هي الكارديو بالمونري اكسرسايز.
طبعا انا قلت كارديو بلمونري ده رقم ثلاثة، بس علشان احنا مش معتمدين عليه قوي هنا في الـ في الـ في البروجرام بتاعنا، عشان لسه الجهاز ما جالناش. انما كارديو بلمونري از ذا جولد ستاندرد فور ايفالويشن اوف فانكشنال ستيتس. ليه هو جولد ستاندرد؟ عشان هو بيريفير الفانكشنال ستيتس تو ذا في او 2 او الاكسجين كونسامشن، وبالتالي هو ده احسن حاجه وده الريفرنس بتاعنا. انما الحاجات الثانيه برضو كويسه ونقدر نشتغل بيها ما فيش مشاكل، لكن تبقوا عارفين ان هو جولد ستاندرد. دكتور عادل ابتدى من المره اللي فاتت وابتدى واتكلم على الانيشيال اكسرسايز تيست. ده انيشيال اكسرسايز تيست تو اسيس ذا كاباسيتي اوف ذا بيشنت، ونحطه في الريسك سكور بتاعه، هل هيطلع له ريسك انترميديت ريسك ولا هاي ريسك، عشان كل واحد من دول ليهم بروجرام عندنا بس له بروجرام مختلف عن الثاني. مش معنى ان هو هاي ريسك انه ما ينفعش يعمل، لا بيعمل بس ببروجرام معين. طيب الانيشال اكسرسايز تيست دكتور عادل شرح برضو ان هو سيمتوم ليميتد، بيعتمد على حاجه اسمها البورج سكيل اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. بنشوف الافكت اوف اكسرسايز على البيشنت، نتكلم معاه لو وصل لدرجه ان هجان مش بيلقف مش قادر يقول جمله على بعضها، يبقى احنا كده مش صاحب، احنا كده نوقف، احنا عايزينه يبقى بيعمل اكسرسايز وهو ستيل مش في الستريس ستيت. خلصنا السيمتوم ليميتد انيشال اكسرسايز تيست، خدنا الداتا بتاعته وخدنا الهارت ريت اللي وصل له، الماكسيمم اللي وصل له بالسيمتوم ليميتد، وكان عندنا الريستنج هارت ريت، حسبنا حاجه اسمها الهارت ريت ريزيرف. ومن الهارت ريت ريزيرف ده انا اكوردنج تو ماي جادجمنت از ا كارديولوجيست اي ديسايد ذات ذيس بيشنت ويل هاف A training on heart on target heart rate كذا percent من اللي اتحسب، وده بفورمولا اسمها كاربونين فورمولا. يعني انا حسبت الهارت ريت ريزيرف، هبقى عندي حاجه اسمها ثانيه اسمها تارجت هارت ريت. ايه التارجت هارت ريت ده؟ من الهارت ريت ريزيرف ممكن اخد 80% 60% 40% حسب ما انا شايفه حاله البيشنت ايه والريسك بتاعت البيشنت ايه. لو واحد مش قادر اصلا في انيشال اكسرسايز تيست مش قادر يكمل 2 3 متس على بعض، يبقى ساعتها دوت دخل في الهاي ريسك، يبقى بالتالي ما بنعملوش تارجت عالي، ما عملوش تارجت هارت ريت عالي، كفايه قوي عليه يوصل ل 40% وهكذا. عملنا القصه دي كلها المره اللي فاتت، المره دي ان شاء الله دكتور عادل هيكمل الاكسرسايز تريننج بقى بعد ما عملنا الانيشال اكسرسايز وعملنا ريسك ستريفيكيشن. هنكمل الاكسرسايز تريننج فور الحاله اللي كانت معانا، كانت اسكيميك بيشنت، ودكتور عادل هيفكرنا بيه ان هو بقى يعني كان ايه الديتيلز بتاعته. اتفضل يا دكتور. شكرا دكتور ولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنكمل عيان اسكيميك اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. هو كان لو ريسك بيشنت، كان سموكر مش دايبيتك ولا هايبرتنسيف، وكان جاله ام اي قديمه وعمل بي سي اي، وبعد سنتين حصل له ليجنز ثانيه او يعني كونكستبل انجينا، وعمل بي سي اي ثانيه الانسنت ستينوزس ونيو ليجن. احنا المره اللي فاتت عملنا الاكسرسايز تيستينج، المره دي هنتكلم على الاكسرسايز تريننج نفسه، ازاي هنخلي العيان ده يعمل اكسرسايز تريننج. ده المين كومبوننت طبعا بتاع الكاردياك ريهابيليتيشن. قبل ما ادخل في التفاصيل بس معلومه سريعه لينا كلنا، في حاجه اسمها سيدنتري لايف. السيدنتري لايف هو او سيدنتري اكتيفيتي، هي مش اكتيفيتي طبعا، يعني اللي هو الشخص يعمل اكتيفيتي اقل من 1.5 متس، اللي هو تقريبا ما بيتحركش من مكانه. لو الانسان بيعمل اكتر من يعني عنده او بيؤدي اكتر من 10 ساعات في اليوم سيدنتري تايم، ده بيزود الريسك بتاع الكاردياك بتاع كورونري ارتري ديزيز، حتى لو هو بيعمل اكسرسايز كويس. يعني الاستاديز مطلعه سيدنتري لايف لوحدها هي ريسك فاكتور، حتى لو بتعمل اكسرسايز كافي بقيه الاسبوع حسب الجايد لاينز. يعني لازم الاثنين، تعمل اكسرسايز بكم كافي وما يبقاش في سيدنتري لايف اكتر من 10 ساعات في اليوم. الاكسرسايز عموما، احنا ليه بنعمل اكسرسايز تريننج؟ طبعا الهيموديناميك افكت او الفيسيولوجيكال افكت بتاعت الاكسرسايز ان وان سيشن غير الاكسرسايز تريننج، بتفرق الافكت بتاعها على الهارت ريت او البلاد بريشر او الاكسجين كونسامشن، بيفرق انت بتعمل وان سيشن كده وخلاص ولا بتعمل اكسرسايز تريننج. فمثلا العيان اما بيجي يعمل اكسرسايز العادي في الاول خالص، بنلاقي ان احنا الفيجال تون بيقل، السيمباثيتك تون بيزيد، وبنلاقي المفروض ان الهارت ريت مع الاكسرسايز بيزيد لينير، ومع الريكفري بيبتدي يقل تاني لما الامور دي بتتعكس. زي الفيجر ده، ان احنا الفيجاس بيقل والسيمباثيتك بيزيد، الهارت ريت بيزيد لينيري وبعدين يرجع يقل تاني. لما العيان ده بتعمل له اكسرسايز تريننج زي الاثليتس مثلا،
المفروض الاكسرسايز تريننج بيزود الفيجال تون ويقلل السمباثيتك تون على المدى الطويل، فيخلي العيان يبقى عنده الريستنج هارت ريت قليل، والسلوب بتاع الريزنج بتاع الهارت ريت بياخد وقت شويه، لكن الريكفري بيحصل اسرع شويه. زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي كان موجود ان الهارت ريت ريكفري في اول دقيقه بنلاقيه سريع، دي انديكيشن العيان ده عنده فيتنس كويس، يعني نلاقي صعود الهارت ريت اثناء الاكسرسايز بطيء، لكن نزول الهارت ريت اول ما العيان يوقف الاكسرسايز بنلاقيه سريع. البلاد بريشر مع الاكيوت اكسرسايز او مع الوان سيشن اوف اكسرسايز المفروض انه بيزيد شويه، بالذات السيستوليك بيزيد شويه والدياستوليك برضو احيانا بيزيد، لكن برضو نفس الكلام مع الاكسرسايز تريننج المفروض ان الاثنين بيقلوا، بيحصل شويه ديكريز في السيستوليك بلاد بريشر والدياستوليك بلاد بريشر. نفس الكلام في الكاردياك، او مش نفس الكلام يعني، في الكاردياك اوتبوت مع الاكسرسايز تريننج الكاردياك اوتبوت بيزيد، وكمان الاكسجين كونسامشن او الاكسجين ابتيك بيزيد. ده بيترجم بعد كده الى بوتنشال كارديو بروتكتيف افكتس. الريجولار فيزيكال تريننج ليها انتي اثيروسكلروتيك افكتس، ليها انتي ثرومبوتيك افكتس، وليها انتي اسكيميك افكتس، وانتي اريزميك افكتس، وسايكولوجيكال افكتس. كل دي بينيفيشال افكتس للبيشنت او للشخص ان هو يعمل ريجولار اكسرسايز تريننج. كمان في المرضى الاكسرسايز تريننج بيقلل السيمتومز بتاعت الاسكيميا، بيزود الاكسرسايز بيرفورمانس، بيحسن الكواليتي اوف لايف، وبيقلل الريسك اوف ريكيرنت مايكاردال انفاركشن وهوسبيتاليزيشن. زمان كنا الكاردياك ريهابيليتيشن بيبقى ستاندرد كده، هو خلاص عندنا رولز وبروتوكولز كل الناس تمشي عليه. طبعا ده مش صح، لان في عيانين بيبقى بالنسبه لهم الاكسرسايز ده قليل قوي، وفي عيانين بالنسبه لهم الاكسرسايز ده كتير قوي، فاحنا لازم نعمل تيلورنج للاكسرسايز على حسب الانيشال اسيسمنت اللي احنا عملناه. ما يبقاش تو هارد ان المريض يحصل له كومبليكيشن، ولا يبقى تو لو انه ما يعملش بينيفيت. عشان كده احنا بنعمل الانيشال اسيسمنت بتاعنا. الاكسرسايز تريننج عندنا نوعين من الاكسرسايز مهمين المفروض ان هم بيتعملوا لكل المرضى، الايروبيك اكسرسايز والريزيستنس اكسرسايز. الايروبيك اكسرسايز ده اللي احنا ان جنرال بنعمله اللي هو الاندورانس تريننج، وده تحديد الديجري بتاعت الاكسرسايز معتمده على الريسك ستاتيفيكيشن بتاع العيان، الكونديشن اللي عنده ايه، وكمان البريفيوس اكتيفيتي بتاعت العيان. العيان ده اثليتيك غير العيان اللي سيدنتري موست اوف ذا تايم، العيان اللي محتاج يعمل مجهود اكتر في شغله غير العيان اللي ما بيعملش. فكل الحاجات دي بناخدها في الاعتبار لما نيجي نحدد احنا هنمشي العيان ازاي. ان جنرال احنا غالبا بنبدا بلو ليفل شويه، ومع مرور الوقت بنزود الاكسرسايز اللي احنا بنعمله للمريض. اي اكسرسايز المفروض انه ليه حاجه اسمها فيت برينسيبل. الفيت برينسيبل دي هي تحديد الكاركتر او الاكسرسايز ده ايه بالظبط، فريكوانسي وانتنسيتي وتايم وتايب، اف اي تي تي. دكتور عمر الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. احنا بنتكلم على اكسرسايز تريننج، فالاكسرسايز تريننج احنا نبدا بالايروبيك اكسرسايز اللي احنا بنعمله للمرضى. وقلنا ان هو البرنسبل بتاعت الاكسرسايز ليها اربع صفات، الفريكوانسي والانتنسيتي والتايم والتايب، ودول بيسموهم الفيت برنسبل. الفريكوانسي اللي هو هاو اوفن المريض ده والاكسرسايز، الانتنسيتي هاو هارد، والتايم هاو لونج، والتايب اللي هو انهي اكسرسايز ناوي او ناويين ننصح المريض بيه. بالنسبه للانتنسيتي عندنا دوكيومنت ان حتى اللو انتنسيتي بتفيد المرضى او مرضى القلب بالذات، فاحنا مش محتاجين ان احنا نعلى بالانتنسيتي جامد، مش لازم العيان يوصل ل 90% او 100% من الانتنسيتي، ايفن 40% في عينين الهارت فيلير بتجيب نتيجه كويسه. فاحنا مش محتاجين زي ما قلت ان احنا نزود لفيري هاي انتنسيتي. بالنسبه للديوريشن والفريكوانسي ان جنرال المفروض العيان بيعمل اكسرسايز من 3 ل 5 مرات في الاسبوع، وكل مره اكتر من 30 دقيقه، وتكون مودريت اكسرسايز. ده النصيحه العامه من الامريكان سوسايتي اوف سبورتس لكل الناس عموما، يعني مش قصدي المرضى بالذات لكن لكل الناس عموما. التايب اوف اكسرسايز
في الريهابيليتيشن المريض ممكن يعمل اي نوع من الاكسرسايز، ممكن يعمل سايكلينج، ممكن يعمل ارم ارجوميتر، ممكن يعمل ووكينج، ممكن يعمل بايسكل، ممكن يعمل رانينج، سويمينج، اي نوع من انواع الاكسرسايز اللي فيها دايناميك اكتيفيتي ممكن المريض يعمل. بالنسبه لمرضى القلب احنا لازم العيان لازم حد يتابع الهارت ريت، يعني لو احنا العيان عندنا في الديبارتمنت عندنا بنتابع الهارت ريت سواء بوايرد اكويبمنت او بوايرلس اكويبمنت. لو العيان هيعمل هوم اكسرسايز او هيعمل اكسرسايز في مكان بره بننصحه ان هو لازم يتابع الهارت ريت بالساعه بايده باي طريقه، لازم يتابع الهارت ريت ويخلي الهارت ريت بالرينج اللي احنا هنقول له عليه اللي احنا عملناه بالانيشال اكسرسايز اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. المفروض الاثنين يتعمل، انا هاجي حالا للريزيستنس اكسرسايز. ان جنرال في عيانين الاسكيميك المفروض ان احنا بنبقى حوالي 40، بنبقى حوالي من 40 ل 60% من الهارت ريت ريزيرف. ده الجنرال اللي احنا بنمشي عليه او البدايه اللي احنا بنبدا بيها، بنحسب الهارت ريت ريزيرف زي ما قلنا المره اللي فاتت، وبنبدا العيانين من الاسكيميك ما بين 40 ل 60، دي بنعتبرها تقريبا اللو جريد اكسرسايز، لان العيان ماشي معانا كويس ممكن بعد اسبوعين ثلاثه او بعد شهر نعلى من 60 ل 80، ممكن نعلى حتى اكتر من كده. لو ما عندناش او لو عندنا الكارديو بالمونري اكسرسايز برضو ممكن نمشي بالاكسجين كونسامشن حوالي 40 ل 60%. لو ما عندناش لا دي ولا دي زي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن العيان يعمل البرج سكيل، ممكن العيان يعمل البرج سكيل او نعتمد على البرج سكيل ونخليه يمشي على اللي هي بنقول عليها مودريت اللي هي من 12 ل 14 للسكيل اللي ب 20. التايم بيبقى حوالي 20 ل 30 دقيقه كل سيشن، والتايب بتاعها زي ما قلنا بيبقى ايروبيك تريننج، والفريكوانسي المفروض يكون اتليست 3 ايام في الاسبوع، احيانا بنضطر نعمل يومين بس حسب الفيزابيليتي اللي عندنا. وزي ما قلت ان احنا في الاول في الانيشال ستيج غالبا هنبدا للعيان بشورتر ديوريشن وانتنستي قليله، بعد اسبوعين ثلاثه ممكن نزود الديوريشن واحيانا ممكن نزود الانتنستي، وبعد كده ممكن العيان يمشي على ديوريشن وانتنستي اعلى شويه، بنكون مطمنين ان مفيش كومبليكيشنز حاصله والبيشنت نفسه از امبروفنج. السيشن نفسها كل سيشن المفروض تتكون من ثلاث حاجات: وورم اب، وبعدين التريننج الريكومندد، وبعدين الكول داون. ودول ثلاث حاجات مهمين جدا جدا جدا، ما ينفعش العيان يدخل فجاه يبدا بالريت اللي احنا قلنا عليه او يبدا بالسرعه اللي احنا متفقين عليها. الورم اب ده مهم قوي. اول حاجه هو بيسهل الترانزيشن فروم ريست تو اكسرسايز باي ستريتشنج البوستشرال ماسلز، بيزود البلاد فلو للماسلز، الليفيتس البادي تمبريتشر شويه، بيزود الميتابوليك ريت بتاع العيان جرادوالي عشان يدخله في الانديورنس تريننج، بيقلل السسبتبيليتي اوف ماسكولوسكليتال انجري، وبيحسن الرينج اوف موفمنت بتاعت الجوينتس والفانكشن، كمان بيقلل الريسك اوف فنتريكولار اريزميا اللي ممكن تحصل فجاه لو انت دخلت العيان من ريست لفجاه صادن اكسرسايز سريع. عشان كده الورم اب مهم جدا جدا لازم المريض يعمله، بيبقى تقريبا من 5 ل 10 دقائق، ممكن نعمل فيها ايروبكس زي ما بنشوف التسخين بتاع اللعيبه وكده، وممكن الورم اب يبقى على نفس الماشينز اللي المريض هيعمل عليها بيسموها ريهرسل، انك انت كانه بيعمل على نفس الماشين بس بسرعه قليله، بالذات لو الماشين دي جديده عليه، عجله اول مره يعمل عليها، او عندك جهاز جديد هتدخله عليه ارم ارجوميتر ما تعودش عليه قبل كده، فممكن الورم اب ده يبقى على نفس الجهاز بسرعه قليله لغايه ما المريض يتعود عليه. نفس الكلام على الكول داون، بعد السيشن ما تخلص المفروض السيشن دي بتكون من 20 ل 40 دقيقة، وأثناء السيشن دي المفروض الهارت ريت هو الهارت ريت اللي احنا اتفقنا عليه، يعني العيان نفترض ان احنا التارجت هارت ريت بتاعنا 120، العيان هيقعد من 5 ل 10 دقائق يوصل لل 120 دي، ويفضل ال 20 دقيقة على ال 120 هارت ريت المفروض، وبعدين يبتدي يعمل الكول داون. الكول داون كمان مهم جدا جدا بالذات في الكاردياك بيشنت. اولا بيساعد على الجراديوال ريكفري، ثانيا ودي مهمه قوي ان هو بيخلي الهارت ريت والبلاد بريشر يرجعوا جراديوالي للريستنج فاليوز، بيساعد على ادكويت فينوس ريتيرن كويس، وده بيمنع البوست اكسرسايز هايبوتنشن وديزنس. ممكن يكون ناس اللي بيشتغلوا تريدميل او اكسرسايز تيستنج لاحظوا الحكايه دي، في بعض المرضى اول ما يوقف الاكسرسايز بتلاقيه داخ وجاله ديزنس جامده جدا وهايبوتنشن بسبب التوقيف المفاجئ للاكسرسايز. فالمفروض المريض حتى وانت بتعمل له اكسرسايز تيستنج الدايجنوستيك اللي بنعمله عندنا في القسم لازم يبقى فيه بيريود اوف كول داون حتى دقيقه دقيقتين، بحيث تسمح للمريض انه يتنقل من الفاست هارت ريت للريستنج هارت ريت.
كمان بيساعد على الريموفال اوف لاكتيك اسيد اللي كانت اتكونت اثناء الـ اثناء الاكسرسايز، وبيقلل او بيكومباتس الرايز ان بلازما كاتيكولامينز، وبرضه بيقلل الريسك اوف في سام ريسك اوف اريزميات ممكن يحصل في الكاردياك بيشنت لو وقفت له الاكسرسايز فجاه. فيدخل في الاكسرسايز فجاه او يوقف اكسرسايز فجاه، الاثنين فيهم ريسك شويه. فاحنا المفروض ان احنا فور سيفتي بالذات للكاردياك بيشنت يعمل وورم اب وبعدين يعمل الاكسرسايز وبعدين يعمل كول داون. في سام كونسيدريشنز في العيانين الاسكيميك بتوعنا، اهم كونسيدريشن فيهم لو العيان مازال عنده اسكيميا. يعني احنا طبعا قلنا المره اللي فاتت ان المفروض ان احنا ما ندخلش العيانين عندنا في الكاردياك ريهابيليتيشن الا لو هو عمل فول ريفاسكولاريزيشن المفروض، لكن في بعض المرضى ما بيعملوش لاي سبب من الاسباب، ربما في كونتر انديكيشن، ربما عنده فيسلز ما يتعمل لهاش حاجه، او بيشنت هاي ريسك ان هو يعمل اي حاجه، ففي الاخر ما عملش فول ريفاسكولاريزيشن، عنده اسكيميا موجود. المريض ده نقدر ندخله عندنا في البروجرام بتاعنا، لكن لازم نحترس جدا ان احنا ما نوصلوش للاسكيميك ثريشولد اللي هيجيله عنده شيست بين او اي سي جي تشينجز. بنعرفه منين؟ هنعرفه من الانيشال اكسرسايز اللي احنا عملناه. بنعمله انيشال اكسرسايز لقينا مثلا عند هارت ريت 110 بدا يحصل السيجمنت ديبريشن والعيان بدا يشتكي بشيست بين. اوكي، يبقى انا العيان ده وانا بجريه اثناء التريننج بيريود مش هوصل الهارت ريت ل 110، حتى المفروض انزل 10 درجات على الاقل تحت ال 110 دي، بغض النظر بقى عن التارجت هارت ريت والكلام اللي احنا كنا عايزين نحسبه. العيان ده هيفضل قدره ان هو يفضل على هارت ريت 100 فقط الى ان يتغير شيء، ان هو بقى احسن، اتعمل له حاجه، عدنا تاني الاكسرسايز الاولاني لقيناه الاسكيميا اتحسنت سواء من الرهاب او من ميديكيشن او لاي سبب، فبقينا نقدر نزود الهارت ريت شويه. فدي حاجه من الحاجات المهمه قوي ان احنا ما نوصلش للاسكيميا ثريشولد بتاعه المريض. كمان المريض المفروض ان هو ياخد ادويته. احنا بنلاحظ دايما المريض عشان بنقول له يصوم قبل الاكسرسايز، بالذات في الاكسرسايز العادي مش في التريننج، يعني بيجي من غير ما ياخد الدواء، والادويه دي ممكن يكون فيها نايتريتس دي او بيتا بلوكرز، هتلخبط الدنيا معانا لو احنا عملنا له الاكسرسايز سواء التريننج او التستنج من غير ما يكون واخد ادويته. فلو سمحتوا يبقى اكدوا على المرضى ان دايما ياخد ادويته في ميعادها بشويه ميه وخلاص، حتى لو هو قلنا له ان هو يصوم، لان احنا احيانا بنحتاج ندي العيان نايتريتس سابلينجوال قبل السيشن او حتى بعد السيشن لو جاله شيست بين. في مشكله ثانيه في الصيف، العيانين اللي بياخدوا دايوريتكس. العيانين اللي بياخدوا دايوريتكس ممكن يبقوا عرضه لفوليوم ديبليشن وهايبوكاليميا واورثوستاتيك هايبوتنشن. فالعيان لازم ينبه عليه ان هو يشرب ميه، كميه ميه ياخد ادويته ماشي، بس يشرب كميه ميه كويسه، وان هو يقول لو هو بيعمل اكسرسايز جاله ديزنس او لايت هيدنس او لقينا اي اريثمياز بتحصل معانا. فكل دي بريكوشنز بنحاول ان احنا نقولها للمرضى او ناخد بالنا منها واحنا بنعمل. وطبعا الدايابيتس نفس المشكله، العيان لازم نعمل له تشيك للبلاد شوجر قبل ما يدخل الاكسرسايز، لو السكر واطي ممكن ياكل حاجه جلوكوز ميل او حاجه عشان ما يجيلوش هايبوغلايسيميا بعد الاكسرسايز. في موداليتي من الاكسرسايز تيست اسمها هيت هاي انتنسيتي انترفال تريننج، دي كده ترند بدا يظهر في يمكن 10 سنين او 15 سنه اللي فاتوا. كان الاول في الاثليتس وبداوا يدخلوه على عيانين الكاردياك وحتى الهارت فيلير. ايه الهيت ده؟ الهيت ده عباره عن alternative periods of intensive submaximal aerobic exercise بنوصل فيه ل 100% من الهارت ريت ريزيرف او البيك اوكسجين كونسامبشن لو كان عندنا كارديوبالمونري، وما بينهم بنخلي العيان يعمل moderate او mild intensity recovery، اللي هي زي كده ان انا العيان بقى قعده فور اكزامبل 4 دقائق بالهاي انتنسيتي، عليت معاه لغايه ماكسيمم اللي يقدر يعمله او الماكسيمم اللي احنا حاسبينه، ورجعت تاني 4 دقائق بعمل له فيري لو، مش يقف، بيعمل فيري لو اكسرسايز، اكتف اكسرسايز او بنسميها اكتف ريكفري، ويرجع 4 دقائق بعديها يعلى تاني وهكذا. دي بيسموها 4x4. ليه الناس بدات تعمل الكلام ده؟ هم لقوا حتى مع الكوشنير بتاع المرضى، لقوهم المرضى بيبقوا متحمسين اكتر ان هم يعملوا الطريقه دي، وبيحصل امبروفمنت كويس جدا للاكسجين كونسامشن اسرع من الطريقه العاديه اللي هي المودريت انتنسيتي اللي مستمره كونتينوس. العينين بيزهقوا وما بيقدروش الامبروفمنت اللي احنا قعدنا نتكلم عليه
بيحصل اكتر مع الهاي انتنسيتي. حتى الهارت فيلير برغم ان احنا نخاف ان احنا نوصل العيان نخاف ان احنا نوصل العيان للهاي انتنسيتي دي، لكن حتى الهارت فيلير في ستاديز عليها ومكتوبه في الجايد لاينز الجديده بتاعه الهارت فيلير نوت كده انه كان بي ترايد ان سام بيشنتس لو كان حالتهم ستيبل ويقدروا يعملوه. سوري. ولكن برضو عشان ما حدش يدخل العيان بسرعه كده، المفروض انها تبقى جراديوال برضو الى حد ما، يعني برضو صعب قوي انك انت تدخل عيان الكاردياك فجاه 4 باي 4 كده. فيفضل ان احنا الاول يبقى البيريود بتاعه الهاي انتنسيتي مثلا دقيقتين، وممكن يبقى الاكتيف ريكفري طويله شويه، وبعد كام اسبوع ترجع تاني تزود له البيريود بتاعه الهيت او الهاي انتنسيتي شويه لغايه ما يوصل للي انت عايز تعمله له اللي هي ال 4 باي 4. ليها طبعا اسسمنت وليها كونتر انديكيشنز، ابسولوت كونتر انديكيشنز لو العيان ضغطه عالي قوي، لو العيان عنده كومباسيتد هارت فيلير او اورتيك ستينوزيس، لو العيان عنده ريتينوباثي. عيان دايابيتيك ده من الاسئله المهمه قوي، العيان الدايابيتيك اللي عنده ريتينوباثي مش مفروض تعمل له هيت ولا تعمل له ريزيستنس بدرجه عاليه عشان ما يحصلش بليدنج في الاي. دي من الحاجات المهمه اللي المفروض نسال عليها المرضى بتوعنا وبننساها دايما. وفي انديكيشنز طبعا لستوبنج الهيت ده لو البيشنت تعب او البلد بريشر عالي قوي او البلد بريشر دروبت، واحنا بنعمل الطريقه دي. ده كان الايروبيك تريننج اللي هو المفروض بنعمله للمرضى كلهم تقريبا، حتى لو المريض هاي ريسك برضو بنقدر ندخله في البروجرام ده. هنيجي للموضوع بقى الشائك اللي هو الريزيستنس تريننج. هل نعمل للمرضى ريزيستنس تريننج ولا ما نعملهمش؟ مين اللي نعمله وازاي بنعمله؟ اول حاجه احنا ليه محتاجين ريزيستنس، ليه الناس فكرت فيه؟ الحقيقه ان احنا اللايف ستايل بتاعتنا كلها محتاجه ريزيستنس تريننج، ريزيستنس وورك. يعني لما نيجي نفتح باب احنا بنعمل ريزيستنس وورك، بنعمل ستاتيك وورك. فتح باب العربيه لقوه بيساوي ليفتنج 5 كيلوغرام دمبل. فانت لو جبت مريض قلت له الحقيقه حضرتك ما يعني انت تعبان وعندك القلب، لو سمحت ما تشيلش اكتر من 3 كيلو، معناها انك انت بالظبط كده بتقول له ما تفتحش باب الثلاجه، ما تستخدمش مكنسه، ما تفتحش باب العربيه، لان كل دي اكتيفيتيز كلفتها زي كلفه او اكتر من ان هو يشيل دمبل 3 كيلو او 3.5 كيلو. في جداول كده معموله للكلام ده، ان احنا هنلاقي ان مثلا الاوبننج ريفريجيريتور 9 فورس، حاجه اسمها فورس باوند، بينما ال 5 باوند دمبل 6 بس. يعني فتح باب الثلاجه اكتر من ال 5 باوند دمبل ان هو يشيلها. فتح باب الفاكيوم كلينر 7.5، لان هي فيها باور، فيها باور. الريجولار ريزيستنس تريننج بيحسن الاسترينس والاندورنس بتوع المسل، ما بيأثرش جامد على الهيمودينامكس لو خدنا بريكوشنز كويسه، بيحسن الاكسرسايز كاباسيتي والفانكشنال امبيرمنت اللي موجوده، بيحسن الاكتيفيتي افري داي اكتيفيتي ليفل زي ما قلنا، بيحسن السايكولوجيكال ويل بينج بتاع المريض والسيلف كونفيدنس ان هو يقدر يعمل اكتيفيتي ويقدر يرجع لحياته تاني، ما هوش تعبان وخلاص اتس اند اوف لايف. بيحسن الكواليتي اوف لايف زي ما قلنا، بيحسن الريسك فاكتورز، وبيحسن الانسولين سنسيتيفيتي. وكمان في مرضى الهارت فيلير بالذات، لما هنتكلم على الهارت فيلير اللي الكاشيكسيا والماسل ويستنج اللي موجوده عندهم ما بتتحسنش غير لو عملت له ريزيستنس تريننج ده. ولكن عندنا سيلكشن كرايتيريا، مش كده بسهوله ان احنا المريض هنقول له روح اعمل شيل حديد او روح اعمل باندز او كده. لازم المريض يكون عدى عليه 5 اسابيع بعد الام اي على الاقل يعني، او بعد الكاردياك سيرجري، ويكون منهم 4 اسابيع بيعمل ايروبيك تريننج. ده شرط اساسي ان هو العيان نقدر نقول له خش في الريزيستنس تريننج. يبقى لازم يكون عدى عليه 5 اسابيع من الام اي او الكابج، منهم 4 اسابيع هو مواظب في الايروبيك تريننج بروجرام. لو العيان مش ام اي ولا كابج وجاست بي سي اي الكتيف يعني، يكون عدى عليه 3 اسابيع بعد البي سي اي، منهم على الاقل 2 اسبوع سوبرفايزد كاردياك ريهابيليتيشن ايروبيك بروجرام. اوكي؟ زائد ان ما يكونش عنده كونترا انديكيشنز بالذات الابسوليوت ان هو يخش في الريزيستنس بروجرام. زي العيانين الانستيبل، العيانين اللي عندهم بالمونري هايبرتنشن، عندهم اريثمياز، سيريس اريثمياز، هارت ديكومبنسيتد هارت فيلير، عندهم دايسكشن طبعا، مارفان، بلاد بريشر فيري هاي،
كل الحاجات دي بتعتبر كونترا انديكيشن للمرضى. وزي ما قلت تاني ان وجود ريتينوباثي في مرضى الديابيتس برضو كونترا انديكيشن انك تدخله في ريزيستنس اكسرسايز. او ان المريض ما قدرش يعمل الايروبيك اكسرسايز كويس، يعني هو حالته تعبانه لدرجه ان حتى الايروبيك ده ما عرفش يمشي فيه كويس، فما تدخلوش طبعا في ريزيستنس اكسرسايز. العيان كمان اللي مركب بيس ميكرز ديفيبريليتور يعتبر ريليتيف كونترا انديكيشن. الريزيستنس اكسرسايز ليها طريقتين لو حد جرب يعملها في الجيمز. يا اما الناس بتمشي بهاي انتنسيتي يعني بلودز عاليه بس ريبيتيشنز قليله، يا اما بتمشي بلو انتنسيتي بريبيتيشنز كتيره. الفرق ما بينهم الهاي انتنسيتي بريبيتيشنز قليله بتزود الاسترنس اللي هي بتزود المسل بلك، لكن اللو انتنسيتي اللي بريبيتيشنز كتيره بتزود الاندورانس. الاندورانس هي قدره المسل انها تعمل الحركه عده مرات حتى لو الويت قليل، يعني يقدر ياخد ويت ويعمله كتير. الاسترنس ان انا اقدر اشيل ويت اعلى من الويت اللي كنت بشيل. اللي احنا بنعمله عندنا بنحاول نبقى موازنين ما بين البنين، بنعمل مودريت انتنسيتي لود وريبيتيشنز معقوله شويه، ولا اكتر من 15 ولا اقل من 6، بنمشي ما بين 8 ل 15 ريبيتيشنز بانتنسيتي مودريت عشان المريض يستفيد من الناحيتين، اولا ما يحصلش بروبلمز من الاكسرسايز ده، وتاني حاجه ان هو يستفيد الاسترنس والاندورانس الاثنين يحصل لهم امبروفمنت. الريزيستنس بيتعمل زي ما بنقول ان هو ريزميك وبيكون سلو، ما حد المريض ما يتحمس ويقعد يعمل بسرعه الاكسرسايز، ولازم يكون فول رينج اوف موفمنت، ولازم المريض ما يعملش فالزالفا، ودي من اخطر النصائح اللي تقولها للمريض او تبص عليه وهو بيعمل. لازم المريض ما يعملش ستريننج او بريث هولدنج. ممكن تقول له انه هو بيعمل الاكسرسايز يخرج النفس، وهو بيريلاكس ياخد النفس بتاعه، فيخليه يظبط النفس بتاعه بالعكس، ان هو ما يعملش الاستريننج مع الاكسرسايز نفسه، لان هي فيري دينجرس طبعا، هتزود الهارت ريت وتزود البلاد بريشر وتعمل كارديو فاسكولار كومبليكيشنز. فدي نصيحه لو عايز تقول له نصيحه واحده فقط، هي ان هو تو افويد فالزالفا. زي ما قلنا الريبيتيشنز بتكون من 8 ل 12 او من 8 ل 15، بنبدا على لو ريت ونعلى واحده واحده في الانتنسيتي ونعلى واحده واحده في الريبيتيشنز اللي المريض بيعملها. وهنقول دلوقتي مور بريكوشنز حالا، ان احنا بنبدا بلو انتنسيتي زي ما قلت، هقول لكم حالا ايه ال 1 ار ام دي، وبنقدر نزودها جرادولي واحده واحده. لو العيان ويل تريند بنقدر نمشي بسرعه شويه، لو العيان مش ويل تريند بنمشي بيها بالراحه. والمفروض العيان بيعملها يومين الى ثلاثه في الاسبوع مش ورا بعض، ما ينفعش يبقوا يومين ورا بعض، لازم الايام تبقى ما بينهم يوم اوف. ولازم يعملها بعد الايروبيك اكسرسايز مش قبل، يعني يعمل الاول الايروبيك اكسرسايز سيشن وبعديها يعمل الريزيستنس، مش لوحدها ومش قبل الايروبيك اكسرسايز. ال1 ار ام اللي هي الطريقه اللي احنا بنتبعها عشان نحسب اللود اللي العيان هيمشي عليه، الار ام دي اختصار ريبيتيشن موفمنت. لو حد برضو شاف الجيم هيلاقيهم بيعملوها، ان انا بخلي المريض يشيل لودز مثلا 5 كيلو واشوفه هيعمل بيها فول رينج اوف موفمنت ولا لا على الماسل اللي انا بتكلم عليها. طبعا المفروض تتعمل على كل البيج ماسلز في الجسم، بايسبس ترايسبس كوادريسبس وات ايفر الماسلز اللي انت عايز تعملها، وتفضل تعلى بالبادي ويت لغايه ما المريض ما يقدرش يعمل الفول موفمنت بالويت ده. فالويت ده بنسميه هو ده الار ام بتاع المريض، هو اقصى ويت قدر او اللي قبليه على طول، يعني هو اقصى ويت قدر المريض يعمل بيه فول موفمنت على المصل بالمصل اللي انا بتكلم عليه. دي اسمها الار ام، زي الماكسيمم هارت ريت كده اللي بنعمله في الايروبيك اكسرسايز. انا بمشي على قد ايه منها بقى؟ بمشي على 30% 40%. اوكي، يعني المريض قدر يشيل 20 كيلو، امشي على 30% فقط، هو ده اللي هيعمل بيه الاكسرسايز تريننج. وبعد كده واحده واحده نبتدي نزود له على قد ما نقدر 30 40 50 60، عاده ما بنعلاش طبعا ل 100%، ما بنوصلش للفول لود ابدا. يعني المرضى بيعملوا بانهي اجهزه؟ ممكن نعمل بالدمبلز وممكن نعمل بالالاستيك باندز، والالاستيك باندز دي ليها الوان وليها كل لون بيبقى ليه قوه برضه، يعني ممكن نحسبه بيبقى ليه كام باوند او كام كيلوغرام. فحتى الباندز كمان ممكن تستخدم بالطريقه دي، وبعدين ممكن تدخلوا المريض على الاجهزه نفسها لو كان الاجهزه دي موجوده، الاجهزه اللي هي بتاعه الفول بادي موفمنتس.
وزي ما قلنا ان احنا عاده بنعمل يومين او ثلاثه في الاسبوع ما يكونوش ورا بعض، ممكن كل مره تعمل جزء من الابر بودي وجزء من اللور بودي، او تعمل تخلي مره للابر بودي ماسلز ومره للور بودي ماسلز، وات ايفر اللي عايز تعمله. المهم ان الاسبوع لما يخلص يكون العيان تقريبا عمل توازن ما بين الاكسرسايزز على الابر بودي والاكسرسايزز على اللور بودي. ونفس الكلام اللي قلناه، المفروض العيان يبدا ب وورم اب وينتهي بكول داون، وبنبدا بلو ريت زي ما قلنا، ونبتدي واحده واحده بنزود على المريض. ده الفريكوانسي. احنا كنا بنتكلم على الفيت، نفس الكلام الفريكوانسي مرتين لثلاثه في الاسبوع، والانتنستي زي ما قلنا 30-40% من ال1 ار ام، او ممكن نعلى بيها شويه لللور ليمب، وكل فتره بنزود الانتنستي. والتي الاولانيه اللي هي التايب، زي ما قلنا احنا ممكن نعمل ويتس اللي هي الدمبلز، او نعمل ريزيستنت باندز، او حتى ندخل العيان على الاجهزه اللي هي النوتري دي بيسموها نوتري او حاجه زي كده. واخر حاجه التايم، ان احنا زي ما قلنا مفيش سبيسيفيك تايم، لكن يفضل ان هو يعمل بعد الاكسرسايز الايروبيك تريننج، وان هو يكون افري اذر داي، ما يبقاش يومين ورا بعض. الجنرال ادفايس زي ما قلنا، العيان لازم تو افويد ستريننج، ولازم يعمل فول رينج اوف موفمنت، ولازم يعمل بريثنج اوت اثناء الليفتنج، وبريثنج ان اثناء الريكفري او الريلاكسنج. ولازم المريض نتابعه بالبرج سكيل برضو، ان هو المريض ما يبقاش وهو بيعمل الريبيتيشنز دي ما يبقاش وصل لتعب جامد، ان هو حتى مش قادر يتكلم، اللي هي السبيك تيست. لو لقينا وصلنا للمرحله دي، يبقى احنا المريض فعلا يعني احنا اللود عليه كتير عليه، او الريبيتيشنز كتير عليه، فلازم نعمل حسابنا في المره اللي بعديها، او ان احنا نقلل شويه الكلام ده. وبنعمل غالبا البيج ماسلز، ما بنهتمش قوي ان احنا نعمل السمول ماسل جروبس، بنعمل البيج ماسل جروبس بس. وزي ما قلت، اهم نصيحه تقولها للمريض وتشرحها له وتوضحها له، ان هو تو افويد الفالزالفا او افويد سترين. ده كان ريزيستنس اكسرسايز، ان هو المفروض لكل المرضى يتعمل بالبريكوشنز اللي قلنا عليها. في انواع ثانيه من الاكسرسايز مش هنقول تفاصيل قوي، لكن المفروض العيان يعمل ستريتشنج فليكسيبيليتي. في حاجه اسمها نيورو ماسكولار ريتك ستيميوليشن، ده بيتعمل عندنا في الفيزيو في الفيزيكال ميديسن للمرضى اللي مش قادرين اصلا يعملوا اي نوع من الاكسرسايز، بيعملوا ستيميوليشن للماسلز. والمفروض احنا حتى في رسائل كانت مشتركه ان في امبروفمنت بيحصل لهؤلاء المرضى من الالكتريك ستيميوليشن دي، لو مش قادر يخش في التريننج بتاع النيورو ماسكولار تريننج. في حاجه اسمها انسبيراتوري ماسل تريننج، ده اكتر في الهارت فيلير والعيانين بتوع سي او بي دي، ان بيبقى عندهم انسبيراتوري ماسل ويكنس بالذات الديافراج، وده بيخلي عندهم ديسنيا. الجهاز اللي مرسوم ده الجهاز اللي بيعملوا بيه تيستينج للانسبيراتوري ماسل، بيسموه حاجه اسمها بي اي ماكس، وبيطلع رقم، وبرده بناخد نسبه منه نعمل بيها تريننج للمرضى برده باجهزه معينه. انا ما اظنش انها غاليه قوي، لكن ما هياش موجوده عندنا. وفي ترايلز موجوده، في ترايل جديده كده موجوده اتعملت، حاجه اسمها اريس في عيانين الهارت فيلير، ان هم يعملوا لهم ايروبيك مع ريزيستنس مع انسبيراتوري تريننج مع بعض، ولقوا ان العيان ممكن يستفيد بان هو يعمل الاريس دي عن ان هو يعمل كل واحده منهم منفصله. هو كان اربعه جروبس، واحده فيها ايروبيك لوحدها، واحده فيها ريزيستنس، واحده فيها انسبيراتوري، واحده فيها الثلاثه مع بعض. لكن ما هياش ما كتبتش قوي في الريكومنديشنز عندنا في الجايد لاينز بتاعتنا حتى الان. ده ملخص للي انا قلته. الايروبيك الفيت بتاعه الايروبيك ثلاث ايام في الاسبوع، او ممكن يومين يعني، بريفيربلي خمسه لو المريض هيكمل في البيت. بنعمل نيرلي من 40-80% من الهارت ريت ريزيرف او الاكسجين كونسامبشن لو كان عندنا، يعني ان اديشن ان احنا الار بي اي اللي هي البرج سكيل من 11-16 على السكيل اللي هو لغايه 20. لو العيان عنده اسكيميا بننزل 10 درجات تحت الهارت، تحت الثريشولد بتاع الاسكيميا، واحيانا ممكن نعمل هيت لو لقيناها ابروبريت والعيان قادر يعملها. التايم بيبقى السيشن من 20-60 دقيقه، اللي هي السيشن من غير الورم اب والكول داون. والتي الثانيه اللي هي التايب ممكن يبقى ايروبيك او هو ايروبيك اكسرسايزز، زي ما قلنا ممكن يبقى ووكينج، سايكلينج، كلايمبنج ستيرز، وات ايفر، اي نوع من انواع الايروبيك اكسرسايز. النوع الثاني اللي هو الريزيستنس اكسرسايز، يومين لثلاثه في الاسبوع ما يكونوش كونسيكوتيف، بنعمل من 10-15 ريبيتيشنز، العيان ما يخشش فيها في سيفير فاتيج طبعا، وبرده من 40-60% من ال1 ار ام لو حسبناها،
أو الـ RPE اللي هو البرج سكيل من 11 إلى 13 أو الـ 14، والمفروض يعمل complete full range of movement وأفويد الـ breath holding وأفويد الـ strain. الـ time بيبقى sorry الـ time بنعمل measure، يعني معلش اللي كتبت غلط، 8 إلى 10 different exercises measure muscle groups، وأي equipment موجودة نقدر نستخدمها زي الـ free weights أو الـ weight machines أو الـ bands أو الـ dumbbells. ده برضو نفس الكلام على الاستريتشنج، ان احنا ممكن العيان نعمل له شويه استريتشنج عشان يساعد على تزويد الرينج اوف موفمنت بتاع المسلز. طبعا موتيفيشن مهم جدا للمرضى، سواء بيرسونال موتيفيشن ان احنا العيان طول ما هو معانا بنعمل له موتيفيشن كويسه، في جروب اكسرسايزز بتتعمل بتساعد ان المرضى لو افيلابل طبعا سبيس كويس ليها، ان المرضى بيشجعوا بعض فنقدر يبقى الموتيفيشن كويسه. الهوم اكسرسايز المفروض يعني يبقى انكوريجد ان هو يعمل هوم اكسرسايز، ما يبقاش سيدنتري، لان احنا قلنا ريكومنديشن 5 ايام، مستحيل العيان هيجي 5 ايام عندنا. تاني حاجه ان المريض بعد ما يخلص الشهرين اللي هيقعدهم معانا لازم يكمل بهوم اكسرسايز مينتيننس، ما ينفعش ان هو خلاص وقف وخف، زي الادويه ما بتكمل مدى الحياه، لازم التشينج اوف لايف ستايل اللي انت قلتها للعيان وعملتها للعيان تكمل مدى الحياه. فالعيان وهو معانا لازم يبقى انكوريجد ان هو الايام اللي ما بيجيش فيها يعمل بعض الاكسرسايزز، ولما يخلص او ما يقرب يخلص نقول له ازاي يقدر يكمل لوحده الهوم اكسرسايز. المفروض ان احنا نعمل ايفالويشن للتريننج بتاع المريض ببعض الوسائل. الايكو ما بيبينش قوي او مش متوقعين قوي ان مثلا ايجكشن فراكشن تتحسن، يعني وان كان بتتحسن احيانا، لكن الاكسرسايز تيستينج هو اللي بيحدد لنا اكتر. العيان نلاقي البارامترز اتحسنت في الاكسرسايز اللي نعمله بعد التريننج عن اللي اتعمل انيشيالي. اللابز كمان الليبيد بروفايل والحاجات دي بتتحسن، السي ار بي بينزل، وكمان السيمتومز طبعا بتاعه المريض سواء كسيمتوم او كويشنيرز عملتها للمريض لقيت اللايف ستايل بتاعته اتحسنت. طبعا المريض لازم تقول له ان لازم يلاقي تايم للاكسرسايز، ودي لينا كلنا، ان انت تلاقي تايم للاكسرسايز احسن ما تضطر تلاقي تايم انك انت هتبقى عيان وهتلاقي تايم للعيا طبعا يعني. فلازم المريض يلاقي تايم فور اكسرسايز. شكرا جزيلا. بالبريكوشنز هم طبعا الدنيا تشينجينج، يعني الهارت فيلر نفسه بالذات ان هو كان من كام
from few decades بيقعدوا في السرير ما يتحركوش دلوقتي احنا بنعمل لهم exercise و heat و resistance exercise يعني هو تعليقا كمان على موضوع الموتيفيشن ال 6 minute walk test في الرولز بتاعتها ان كل دقيقه بتقول للمريض لازم تعمله موتيفيشن كل دقيقه مكتوبه بالكلام انك انت عند 1 minute تقول له عدى 1 minute وكذا كذا كذا عند 2 minutes تقول له بقى لك دقيقتين فيها كلام يعني واضحه وصريحه ان كل دقيقه لازم تعمل موتيفيشن للمريض الكيس بتاعت المره اللي فاتت خلينا نجيب الاكسرسايز هو كان 40 سنه زي ما قلنا واسكيميك نشوف بس احنا كنا قلنا الهارت ريت كام اللي هنعمله له احنا قلنا العيان كان لو ريسك بيشنت سواء بالنون اكسرسايز تيستينج او بالاكسرسايز تيستينج اللي عملناها له وعملنا له بروس بروتوكول والإناء في الاخر ان هو بدا بهارت ريت 75 وانتهى بهارت ريت 150 والريكفري بتاعه كان كويس ولما حسبنا له الهارت ريت ريزيرف بتاعه الإناء 100 سوري الهارت ريت ريزيرف لو حسبناه على 60% قلنا هيبقى حوالي هنجريه على 120 بيت بير مينت فالمريض ده كان لو ريسك بيشنت وكان يقدر يجري على اي جهاز من الاجهزه هو فعلا يعني يقدر يعمل تريدميل يقدر يعمل اي جهاز بروفايدد ان اثناء التريننج الهارت ريت يبقى قريب من 120 بيت بير مينت على الاقل في الشهر الاولاني بعد شهر نقدر ندخل المريض ده للريزيستنس اكسرسايز نعمل له ال1 ار ام ونقدر ندخله للريزيستنس اكسرسايز بسهوله جدا هو لو ريسك بيشنت ولو المريض يقدر يعمل هوم اكسرسايز او حتى في جيم ممكن بسهوله جدا للمريض للتكلفه طبعا او مش لاقي مش عارف يجي في الاوقات بتاعتنا يقدر يكمل في البيت بتاعه او يقدر يكمل في جيم بروفايدد ان هو واخد البريكوشنز اللي احنا قلنا عليها وماشي بالهارت ريت اللي احنا اتفقنا عليه. شكرا. اي اسئله يا جماعه؟ فاهمين كل حاجه ولا مش فاهمين اي حاجه؟ ولا كان ممل؟ شوف كده اونلاين في حد اونلاين يا جماعه عنده اي سؤال؟ يلا جيبوا لنا العينين كلهم بقى فور كاردك ريهابيليتيشن. شكرا طبعا. ما احنا يعني جالنا كلام كده ان احنا اتكلمنا بسرعه المره اللي فاتت فاحنا قلنا نخلينا ماشيين بسلو ريت شويه لان يعني الكلام ده لو كان هيتقال في نص ساعه كان هيبقى الحقيقه سريع قوي عن كده يعني. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله هيجي السموكينج ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه بالظبط. احنا سايبين فرصه الناس تدخن لغايه ما نقول محاضره السموكينج. المره الجايه ان شاء الله الكيس فور هارت فيلير بيشنتس وبعد كده بقيه الريسك فاكتورز هنعملها بعد ما نخلص الكيس اوف هارت فيلير. شكرا جزيلا.